عايز اتكلم على بعض اللاعبين وبالتحديد ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم امبارح كان احد ابرز نجوم المباراه. ليه بقى؟ لان ياسر كان واخد تحدي مع نفسه ان هو يمحي الصوره بتاعت مباراه الزمالك في الدوري لما تفوق عليه مصطفى محمد. دي حقيقه، مصطفى محمد مهاجم قوي مميز ما شاء الله عليه بصراحه، يعني بصراحه تفوق على ياسر ابراهيم بشكل كبير، سواء هو او بن شرقي في مباراه الدوري اللي خسرها النادي الاهلي 3-1. فكان تحدي خاص جدا عند ياسر ابراهيم ان هو يثبت ان هو مدافع كبير. بصراحه اثبت ان هو مدافع كبير، اثبت ان هو مدافع كبير بعد تفوقه على مصطفى محمد بشكل واضح جدا بصوره مميزه. كل الكرات المشتركه هو فاز بيها، كل التحديات قدر يتغلب عليها ومحى الصوره اللي كانت بالتحديد عنده في مباراه الزمالك. هو مدافع كويس في كل المباريات وبيقدر يؤدي مباريات كبيره في الحقيقه، وبيساهم مع النادي الاهلي في مباريات كتير في الفوز يعني. لكن المباريات الكبيره اللي زي دي، اهلي وزمالك او ما شابه ذلك يعني، لازم تبان شخصيتك، لازم تبان قوتك. فده اللي ظهر من ياسر ابراهيم امبارح. كل تحيه لياسر ابراهيم والفعل النادي الاهلي في مباراه الامس، وكان انتصار جيد.